السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حل المواضيع، وراح نشوفوا مع بعضنا اليوم موضوع الثاني الخاص بشعبة لغات أجنبية. البارح حلينا الموضوع الأول، اليوم راح نحلو الموضوع الثاني. نبدأ دائما بقراءة النص والإجابة عن الأسئلة. نقرأ النص مع بعضنا. Child abductions and kidnappings are on the increase with almost 900 reported cases. عندنا child abduction اللي هي اختطاف الأطفال، and kidnappings عندهم نفس المعنى. Kidnappings and abductions عندها نفس المعنى اللي هي الاختطاف، لكن كاين اختلاف بسيط من بعد نشوفه. Are on the increase راهم في زيادة، يعني اختطاف الأطفال راهم في زيادة. With almost 900 reported cases بحوالي 900 قضية مبلغ عنها. In the past year alone فقط في السنة الماضية فقط. Thus, the abduction of children by people other than their parents rose twice as fast as parental abductions. The abduction of children by people other than their parents, اختطاف الأطفال من قبل أشخاص by people أشخاص other than their parents، يعني يختلفون عن آبائهم، يعني ما همش آبائهم، يعني من يختطفهم أشخاص غرباء. Rose twice as fast as parental abductions. راهو ارتفع بسرعة مضاعفة على الاختطاف اللي يتم من قبل الآباء، يعني كاين اللي يخطفهم آبائهم، كاين اللي يخطفهم ناس غرباء. During 2013 and 14 بين 2013 و2014 158 158 children were abducted by parents. 158 طفل كان تم اختطافه من قبل آبائه، يعني for example الأب تاعه هو اللي يخطفه ولا الأم. 401 children abducted by people other than their parents. 401 طفل تم اختطافه من قبل أشخاص غرباء. And 321 children were kidnapped. و 321 طفل تم اختطافه. حنا كما رانا نلاحظوا هنا قالنا abducted وهنا قالنا kidnapped. درك نشوفوا شنو الفرق بين abducted and kidnapped. قلنا عندهم نفس المعنى تقريبا تاع اللي هو اختطاف، لكن kidnapping kidnappings which are defined by the use of or force or fraud to remove a child. عندنا الاختطافات هذه kidnappings which are defined by the use of force اللي هي يتم تعريفها باستعمال القوة or fraud ولا الاحتيال to remove a child لأخذ الطفلة، يعني يا إما يستعملوا القوة أو الاحتيال يحتالوا على الطفل هذاك باش يديوه. Include cases such as children taken in return for ransom. تحتوي على قضايا، تتضمن قضايا كما الأطفال يأخذوهم مقابل فدية. ransom معناها فدية، يعني يمدوله المال، يطلب من الأب يمدوله المال باش يرجع الطفل المختطف. One fifth of all kidnappings recorded by police involve a child victim. واحد يعني خمس من كل الاختطافات المسجلة من قبل الشرطة تتضمن طفل ضحية، يعني الطفل هو الضحية فيها. The figures include both successful and attempted crime. هذه الأرقام تتضمن كلا العمليات ولا الجرائم الناجحة والمخطط إليها، الناجحة أو الجرائم الناجحة أو محاولات. attempted معناها محاولات الاختطاف. However ولكن the charity however ومع ذلك the charity parents and abducted children together، هذه اسم جمعية خيرية اسمها parents and abducted children together، الآباء والأطفال المختطفين معا. Believes that many cases of attempted abduction and kidnappings involving children are never recorded by police. هذه الجمعية تعتقد أنه العديد من القضايا تاع الابدكشن تاع الاختطاف، محاولات الاختطاف and kidnapping involving children التي تحتوي على الأطفال والتي تشمل الأطفال are never recorded by police، الحي لم تسجل من طرف الشرطة. And the true rates of offending may be four times higher than police figures suggest. والمعدلات الحقيقية تاع المخالفات قد تكون أكبر بأربعة أعلى بأربع مرات من إحصائيات تاع الشرطة، يعني معظم الاختطافات الشرطة ما سجلتاش، يعني الاختطافات الحقيقية راهي أربع مرات أعلى من اللي صرحت به الشرطة. كلود نايتس chief executive of the charity Kidscape. كلود نايتس هذا اسم راجل، chief executive اللي هو
Chief Executive اللي هو المدير التنفيذي الرئيس التنفيذي لجمعية Kidscape said the figures were an important reminder to parents about the need to talk to children about so-called stranger danger. قال لك الأرقام هذه راهي an important reminder راهي تذكير هام للأباء to parents about the need to talk to children about so-called stranger danger راهي تذكير مهم للأباء عن ضرورة ولا الحاجة للتحدث إلى الأطفال عن ما يسمى بخطر الغرباء يعني يحدثوهم على الخطر تاع الناس الغرباء اللي ما يعرفوهمش. An experiment carried out by the charity found that most children could be easily convinced to follow a stranger. تجربة قامت بها الجمعية هذه تاع Kidscape لقيت أنه most children could be easily convinced to follow a stranger. معظم الأطفال يتم إقناعهم بسهولة أنهم يروحوا مع شخص غريب يعني ما يعرفوهش يقدروا ينقنعوهم بكل سهولة أنهم يروحوا معه. Even where parents felt they had talked to them about the risks involved حتى وكيما الأولياء ظنوا بأنهم قد تحدثوا عن يعني مالغري الأباء في بالهم بلي راهم تحدثوا مع أبنائهم عن الأخطار تاع أنهم يتابعوا غريب إلا أنهم يروحوا convinced easily يعني يتم إقناعه بسهولة بمرافقة هذا الغريب اللي ما يعرفوش. دونك هذا هو التكست تاعنا. حبيت نقول حاجة بسيطة برك أنا نقرأ النص مرة واحدة وراني على خطر راني نشرح في الكلمات لكن أنتم في الباك أقرأه خطرة زوج ثلاثة باش تفهموا الفكرة العامة حتى وإن كان كلمات ما فهمتهمش تفهمون في سياق النص. ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة. قال السؤال الأول Are these statements true or false؟ خاطئة أو صحيحة؟ Correct the false one صحح الخاطئة منها. الجملة الأولى تقول No cases of parental abductions are reported. قال لك ما كان حتى قضية تاع parental abductions يعني الأطفال اللي اختطفوهم الأباء تاعهم بعد. قال لك ما كان حتى قضية report يعني ما كان حتى قضية شكاو بيها par example مقرر عنها. دونك هذه سيفو على حساب ما قرينا على حساب ما قرينا النص كاين قضايا اللي فيهم يختطفوهم ناس غرباء وكاين قضايا يختطفوهم الاولياء بعد. دونك كيفاش دونك هذه نكتبوا لنا فو عفوا فولس كيفاش نصحوا بالجمله هذه قلنا 158 children were abducted by parents 158 طفل تم اختطافه من قبل والديه. دونك نكتبوا هنايا التصحيح تاعها. عندنا الجمله الثانيه kidnapping children does not always involve the use of force اختطاف الاطفال ما يضمنش دائما استعمال القوه. دونك هذه شو لا حنايا واش قلنا هنايا kidnapping هاي defined by the use of force or او فرود او الاحتيال. دونك ماشي دائما راهو قائم على استعمال القوه لكن كذلك ساعات يكون قائم على الاحتيال. دونك this is false عفوا هذه true على خاطر قالنا children does not always involve the use of force على خاطر قالنا ما يحتويش دائما استعمال القوه. دونك هذه سيفري هذه راهي true على خاطر قلنا قادر يحتوي القوة والله يحتوي الاحتيال وهو قلنا ما يحتويش دايما القوة اسمها راهي فري. The police figures suggest the exact rates of children kidnappings قال لك لا بوليس يعني الشرطة يعني الأرقام اللي اعطاتها الشرطة راهي suggest the exact rates of children kidnapping راهي تحتوي على العدد الصحيح ولا المعدلات الصحيحة تاع اختطاف الأطفال. هذه راهي فوق على خاطر قلنا باللي هذه الجمعية قالت باللي many cases of attempted abduction and kidnapping involving children are never recorded by police راهي ماهيش مسجلة عند لا بوليس. And the true rates of offending may be four times higher than police figures suggest راهي الأرقام اللي راهي تعطينا فيها الشرطة راهي ناقصة تاع عدد الاختطافات. دونك هذه قلنا راهي سي فو راهي فولس نكتب قدامها اف والتصحيح يكون نقولوا له باللي the true rates of offending may be four times higher than police figures suggest هذه
جيستيفيكاسيون راهي كوريكسيون يعني صححنا الجملة الخاطئة، ولا نقدروا كذلك نصحوها بنقولوا له many cases of the attempted abduction and kidnapping involving children are never recorded by police. هذه ثانية نقدروا ننصحوا بها الجملة. Parental advice does not always prevent child kidnapping. قال لك نصيحة الآباء ما تحميش دائما الأطفال من الكيدنابين. هذه true. قلنا راهي قلنا هنا مالغري even when parents felt they had talked to them about the risks involved. حتى الآباء أنهم في بالهم باللي هدروا مع الأطفال باش ما يتبعوش الغرباء إلا أنهم مازالوا يروحوا مع ناس ما يعرفوهمش. Don't parental advice does not always prevent child kidnapping. النصيحة الأبوية ما تمنعش الطفل من الاختطاف دائما. Don't هذه say true. Don't قلنا هذه راهي false. هذه true. هذه false. هذه true. وصححنا مع بعضنا. عندنا السؤال الثاني. In which paragraph it is mentioned some children are kidnapped for an amount of money demanded or for amount of money demanded. الفكرة هذه قال لك وراهي مذكورة تاع الأطفال يتم اختطافهم مقابل يعني كمية من المال المطلوبة. هذه قلنا وش نسميوها ransom فدية. دونك وين مذكوره رانسوم؟ هذه مذكوره في الباراجراف الثانيه. دونك نكتبوا له the second paragraph. Answer the following questions according to the text. نجاوبوا على الاسئله من خلال النص. Has the phenomenon of child abductions and kidnapping slowed down justify. قال لك اسكو الفينومين تاع اختطاف الاطفال تناقصت؟ نو no. على خاطر علاه واش قالنا؟ دونك نقولوا له no it hasn't ولا نقولوا no برك. دونك نقولوا نو ونديروا كاما ودركا نجستيفيو ودركا نبرروا الاجابه تاعنا على خاطر قالنا child abductions and kidnappings are on the increase راهي تتزايد ماهيش تتراجع. دونك نكتبوا نو نديروا فاصله نكتبوا child abductions and kidnappings are on the increase. This is the justification. عندنا بي ار children abducted by strangers only and justify. قالك اسكو الاطفال راهم يتم اختطافهم من قبل الغرباء فقط وبرر اجابتك. دونك قلنا حنايا نو ما يتمش اختطافهم فقط من قبل الغرباء. دونك نقولوا نو نديروا فاصله جيستيفيكاسيون قلنا the abduction of children by people other than their parents عفوا نقد نقولوا the kidnapping children abducted by strangers only no children can be abducted by strangers يعني by people other than their parents or by their parents والله من قبل أبائهم كذلك. دونك نقولوا children can be abducted by strangers and by their parents. How do kidnappings differ from abductions؟ قال لك كيفاش تختلف الكيدنابين على الابدكشنز. هنا يهدرنا قلنا شنو الاختلاف بين abduction والكيدنابين. الاختلاف هو يكمن هنا. هاو قلنا kidnapping which are defined by the use of force or fraud to remove a child include cases such as children taken in return for a ransom. هذا هو الاختلاف بين الابدكشن والكيدنابين. السؤال اللي بقى دونك نعاود لكم السؤال هذا قالوا how do kidnappings differ from abduction. نقولوا kidnappings نقولوا kidnappings are defined by the use of force or fraud to remove a child of a child. هذا هو الاختلاف. دونك what is recommended to prevent this phenomenon from getting worse. وشني هو المطلوب باش نقصوا من هذه باش نقصوا من هذه الظاهره. دونك حنايا الجمعيه بار اكزومبل الجمعيه هذه واش اقترحت؟ قلنا involving children the figures include نو ماشي هذه وين راهي هايليك. عندنا the reminder parents should talk to children about so called stranger danger the need to talk to children about so called stranger danger. بهذه الطريقه نقدروا نقوم ونحافظوا شويه ولا نقصوا من هذه الظاهره هي من خلال التحدث الى الاطفال عن خطر الغرباء. دونك the need to talk نقولوا to prevent this phenomenon from getting worse we need to talk to children about so called stranger danger.
عندنا السؤال الرابع، who or what do the underlined words refer to in the text؟ على من تعود الكلمات المسطرة في النص. cases القضايا، وش من قضايا رانا نهضروا عليها؟ نهضروا على child abductions and kidnappings، نهضروا على child abduction and kidnappings، هذه هي cases، هذه هي cases القضايا اللي نحكيوا عليها. عندنا there وراهي there، عندنا their parents اباؤهم، اباء شكون؟ تاع children، تاع children، دونك نقولو children's، نديرو apostrophe s يعني تاع الأطفال، their parents children. عندنا them about the risks involved they had talked to them، هدرو معاهم، مع شكون هدرو؟ هدرو مع children. شكون اللي هدر هنا؟ هدرو الآباء، parents for that they had talked to them، تحدثوا إليهم، هم شكون؟ هم الأطفال، هم الأطفال. دونك عندنا cases، قلنا الكيسز القضايا هي child abductions and kidnappings، their parents هي children's، and them هما الأطفال children. عندنا give the general idea of the text، الفكرة العامة للنص. ما كانش حاجة أسهل من الفكرة العامة للنص، اللي هي بيان سور نهزو الجملة الأولى من النص، general مو يعني مشي دايما ولكن في الغالب نهزو الجملة الأولى من النص. كما هنا نقدروا نهزوها بكل سهولة، نقولوا child abductions and kidnappings are on the increase، اختطاف الأطفال راهو في زيادة، هذه فكرة عامة تاع النص. بكل بساطة قلنا نهزو الجملة الأولى. عندنا بي text exploration، find in the text words whose definitions follow، نشوفوا الكلمات اللي التعريف تاعهم هو ما يلي. عندنا الكلمة الأولى التعريف تاعها that relates to the father and or the mother، الذي يعود على والله يرتبط بالأم أو الأب. وش نقولوا عليه؟ par example نقولوا بالعربية نقولوا أبوي ولا أموي، يعني خاص بالأب ولا الأم. دونك وشني هو؟ هي parental abduction، parental اللي هو تاع الآباء، خاص بالآباء يعني مرتبط بالآباء، هي parental. عندنا statistics made from report، إحصائيات مصنوعة من خلال تحقيق، مش هي قلنا الريبورت مع الريبورت يخص لابوليس، تحقيق يخص لابوليس. دونك figures، figures اللي هي الأرقام أو الإحصائيات التي تم تحقيقها من خلال الحصول عليها من خلال تحقيق. organization that provides support and assistance، منظمة اللي توفر الدعم والمساعدة، هي charity اللي هي جمعية خيرية، شفناها هنايا charity، هاي ليك نكتبوها هنايا. complete the card below as shown in the example، كملوا الطابلو كما راهو نعتلنا في النص. noun adjective and verb، عندنا abduction abduct and abducted، عندنا inclusive هي الكلمة تاعنا، عطانا الادجكتيف قالنا حولوها الى inclusive، حولوها الى verb and noun. inclusive كيفاش نحولوها؟ include inclusive وشن هي؟ يعني محتوى حاجة، محتوى في حاجة. دونك الverb هو to include، انك تحتوي، include. دونك نحيو save ونديرو d و include. and the noun تاعنا نقولو احتواء، احتواء وش معناه؟ نقولو inclusion. دونك نحيو الايف ونزيد e-o-n، نزيدو e-o-n. عندنا safety، الverb تاعها هي to save، safety اللي هي الامن، الverb هو انك توفر، انك تنقذ. دونك safety الverb تاعها هو to save، and the objective تاعها هي safe، نحبو نصفو حاجة نقولو هذيك الحاجة آمنة. دونك safe. عندنا offend هي انه يتهم، فبار اكزومبل عندنا المتهم يتهم، عفوا الverb هو يتهم، دونك الادجكتيف هو متهم. offended ولا offensive، offended ولا offensive، والنون تاعها هو اتهام، هي offense، اتهام او اهانة هي offense. connect each pair of sentences with one of the words given، make changes where necessary، نربطوا بين الجمل تاعنا باحدى هذه الكلمات ونقوم بالتغييرات في المكان المحتاج. عندنا or على واش تعبر؟ تعبر على choice، تعطينا خيار، نقولوا عندك
الخيار هذا او الخيار هذا، عندك يعني الاختيار هذا ولا الاختيار الاخر. although اللي هي تعبرنا على الكونسيشن، as a result تعبرنا على النتيجه، in order to تعبرنا على الهدف. دونك نقراو الجمل تاعنا ونفهموهم باش نقدروا نحطوا الكلمه المناسبه. children are deceitfully convinced، children are easily kidnapped. deceitfully convinced، children are easily kidnapped. وش معنى الجملة هذه؟ عندنا قالك الأطفال يتم إقناعهم بمكر. deceitfully الverb تحوى to deceive، إنك تخدع وإنك تخدع. donc children are deceitfully convinced، راهم يتم إقناعهم بمكر. children are easily kidnapped، وبالتالي ماشي بالتالي، children are easily kidnapped، الأطفال راهم يتم اختطافهم بسهولة. donc بما أن الأطفال راهم يتم خداعهم بمكر، يتم إقناعهم بمكر، فالأطفال راهم easily kidnapped، راهم يختطفوا بسهولة. دونك واش هي هذه؟ راهين عبروا على النتيجة، راهين عبروا على النتيجة. دونك واش نقولوا؟ children are deceitfully convinced، as a result children are easily kidnapped، as a result children are increasing easily kidnapped. وما نديروا حتى تغييرات. kidnappers are severely punished، child abductions rates are still on the increase. kidnappers اللي هما المختطفون are severely punished، راهو يتم معاقبتهم بشدة. child abductions rates are still on the increase، اختطاف الأطفال ومعدلات اختطاف الأطفال راهي مازالت في تزايد. مالغري يعني راهم يعاقبوا في المختطفين، اختطافات الأطفال مازالت تزايد. دونك مالغري تاعنا واش هي؟ هي although. دونك واش نديرو؟ although kidnappers are severely punished، child abductions rates are still on the increase. دونك ما نديرو حتى تغيير كذلك في although. عندنا parents communicate with their children، they do not want them to be deceived. الأطفال يتواصلوا، الآباء يتواصلوا مع أطفال لهم. they do not want them to be deceived، ما يحوسوهمش يتم خداعهم، ما يحوسوش انه يتم خداع اطفالهم هذو. دونك علاه الاباء راهم يهضروا مع الابناء تاعهم؟ they do not want them to be deceived. دونك واش نستعملوا هنا؟ in order to اللي تعبر لنا على الهدف، the purpose. parents communicate with their children in order to not، نحيو they do not هذه، in order to not be not be deceived، in order to not be deceived. donc parents communicate with their children in order to not be deceived، ولا نقولوا in order not to be deceived. هذه هي السؤال الثالث تاعنا. عندنا السؤال الرابع يقول classify the following words according to their stressed syllable. نكلاسيفاو يعني نصنفوا هذه الكلمات على حسب stressed syllable تاعهم، على حسب السيلابول اللي فيه مشدود يعني اللي فيه الشدة. واش عندنا؟ عندنا abduction، successful، charity and experiment. حنايا نعطيكم خدعة بسيطة، قلت لكم باللي الكلمات تشوفوا شنو هو الصوت يعني لي شغل تطولوا فيه في الكلمه. عندنا هنايا الكلمه abduction، abduction فيها ثلاثه three syllables، ثلاثه syllables. حنا نشوفوا شنو هو السيلابول اللي رانا نطولوا فيه، نقولوا abduction ولا نقولوا abduction ولا نقولوا abduction. دونك هذه ما تصلحش، abduction ما تصلحش، abduction هذه تصلح، بصح abduction ما تصلحش. دونك نشوفوا حنا شغل الصوت اللي نطولوا فيه. دونك abduction نقولوا abduction. دونك the stress راهو في السكند سيلابو، راهو في السيلابو الثاني. عندنا اكزامبل واحد اخر، successful، success، successful. عندنا ثلاثه سيلابوز، بصح حنا ما قلناش على حسب سيلابوز ولكن على حسب استرس. دونك نقولوا سيكسسفول ولا نقولوا سيكسسفول ولا نقولوا سيكسسفول. دونك راهي كاينه وحده فقط منطقيه، نقولوا سيكسسفول، سيكسسفول. دونك في من رانا نطولوا، رانا نطولوا في السيلابو الثاني اللي هو سيسفول، سيكسسفول. دونك ذا سيكند سيلابو. تشاريتي، تشاريتي راني نقول تشاريتي ولا تشاريتي. دونك نكونوا شويه منطقيين برك على النطق تاع الكلمه، دونك نعرفوا بكل بساطه نديروا ستريس. دونك راني نقول تشاريتي، ماشي نقول تشاريتي، راني نقول تشاريتي.
دونك تشاريتي السيلابول اللي راني ندير عليه ستريس واللي راني نطول فيه هو الفيرست سيلابول، السيلابول الاول. اكسبيريمنت اكس ب ري منت، عندنا فور سيلابوز فيها، دونك راني نقول اكسبيريمنت، راني نقول اكسبيريمنت، ولا نقول عفوا نقول اكسبيريمنت، ولا نقول اكسبيريمنت، راني نقول راني نقول اكسبيريمنت. دونك كيما قلنا راني نطول في السيلابو الثاني اللي هو اكسبيريمنت، دونك هذه ستريس تاعها راه يكون في السكند سيلابو، والثيرد سيلابو معنا حتى كلمه راهي مشدده في الثيرد سيلابو. عندنا reorder the following statements to make a coherent passage، نعاودو نرتبو هذه الجمل باش نتحصلو على على جمله منطقيه. عندنا اول حاجه نشوفوها the national police force recorded rise in the number of disappearing children in Algeria، عندنا نقطة among the disappearing children in a report published last April 798 of them were abducted. نتولهو الحوايج بسيطة، عندنا هنا capital letter، هنا capital letter، وهنا رانا نشوفو small letter، هذه برك تعطينا يعني فكرة على مواقع تاع الجمل. دونك هذه قادرة تكون هذه هي الأولى، والله هذه هي الأولى 798 of them were abducted. دونك عندنا them هنا سما هدرنا حاجه قبلها، دونك هذه تجي في النص وهذه تجي في الوسط على خاطر ما عندناش هنا capital letter. دونك يبقى لنا الاشكال بين هذه وهذه، اسكو شكون هي الاولى فيهم. دونك among the disappearing children، بين الاطفال المختفين، دونك هذه ماشي منطقي يعني انها تكون هي الاولى. in a report published last April، في تقرير تم نشره في أفريل اللي فات، دونك هذه هي الجملة اللي تكون الأولى. in a report published last April the national police، إما تكون هذه إما تكون هذه. them ما هدرتش أنايا في الجملة الأولى تاعي، ما هدرتش على par example الأطفال باش نقول them هم. دونك جينا هذه الجملة the national police force recorded a rise in the number of disappearing children in Algeria. The national police force، القوة الشرطة الوطنية، recorded a rise in the number of disappearing children in Algeria، راهي سجلت ارتفاع في عدد الأطفال المختطفين ولا المختفين في الجزائر. شكون حنا قلنا الجملة اللي تجي من بعدها؟ in a report، عندنا هنايا نقطة، يجي بعد النقطة يجي capital letter. شكون capital letter اللي بقالنا؟ بقالنا among the children among the disappearing children، رانا نشوفو هنا عندنا كاما، عندنا فاصلة، 798 of them were abducted، 798 من أطفال المختطفين هذو من الأطفال المختفين تم اختطافهم. بهذا نكون قد أكملنا الموضوع، لكن أشارت لي طفل يعني تلميذة في الكومنتير، قالت لي في التعليق، قالت لي شرحي لنا الفقرة مع الموضوع، عجبني هذا الاقتراح، وراح بإذن الله نعود نشرح لكم الفقرة مع الموضوع، ومن بعد نكتبوا نعاودوا نكتبوا يعني الفقرة في فيديو آخر. نشوفوا الفقرة تاعنا، قلت لكم دائما اختاروا هذه الفقرة اللي فيها الكلمات المساعدة، الجمل المساعدة عفوا. Child abduction and kidnapping have become a daily source of concern for almost every family. Child abduction and kidnapping جينيرال مو هذه الفقرة اللي مدهلنا راهي تكون تهدر على تقريبا نفس موضوع تاع النص. دونك قلنا اختطاف الأطفال have become a daily source of concern of almost every family، أصبح قلق عند almost every family يعني تقريبا كل عائلة. In your opinion، في رأيك، what are the necessary and urgent measures to be taken to prevent such a crime؟ وشني هي الحوايج والأشياء ولا الاحتياطات الطارئة واللازمة باش نتاخذها باش نحبسوا شوية هذا الجريمة؟ Using the following notes، باستعمال هذه النوتس، write composition of about 80 to 100 words، اكتب يعني في اكتب فقرة، على واش تكتب الفقرة هذه؟ قال لك اكتب على necessary and urgent measures to be taken to prevent such a crime، الاحتياطات اللازم اخذوها باش نحبسوا جريمة الاختطاف. احنا قلنا نستعملوا هذه الجمل.
نفهمكم شويه كيفاش هما الفن كتب فقره. Child abduction and kidnapping have become a daily source of concern for almost every family. هذه جمله باهيه نقدروا نستعملوها في المقدمه. دونك كاين اللي يعرف راه يبدل فيها شويه، اللي ما يعرفش حطوها كيما راهي وخلاص. Child abduction and kidnapping have become a daily source of concern for almost every family. نقدروا نقولوا child abduction and kidnapping caused many families a lot of concerns. سببت لها العديد من القلق. In your opinion, what are the necessary and urgent measures to be taken that we can take to prevent such a crime? نقدروا نديروا المقدمة تاعنا على شكل سؤال، نقولوا what are the necessary and urgent measures to be taken to prevent such a crime؟ ولا نقدروا نقولوا we should, for example, نقولوا child abduction and kidnapping have become a daily source of concern for almost every family. We should take some measures, some urgent and necessary measures to prevent such a crime. على كل حال أنا ما نطولش عليكم في الفيديو هذا، الفيديو القادم بإذن الله راح نشوفوا كيف نكتبوا الفقرة. ليسونسيال الفكرة هذه، الفقرة هذه نهضروا على اختطاف الأطفال، على الاحتياطات اللي لازم اخذوها باش نحبسوا اختطاف الاطفال. اعطانا شويه جمل مساعده. keep away from strangers، الابتعاد عن الغرباء. avoid anonymous internet friends، يعني نتجنبوا اشخاص او اصدقاء في الانترنت المجهولين اللي ما نعرفوا عليهم والو. sensitize children about the problem، توعيه الاطفال حيال هذا الموضوع. no child's personal information given online، من مدوش personal معلومات شخصيه تاع الاطفال اونلاين يعني في الانترنت. adopt strict laws to punish kidnappers، اننا نتخذ قوانين صارمه من اجل معاقبه المختطفين. هذه هي تقريبا necessary and urgent measures اللي نديروها. دونك هو يعطينا كلش في الفقره، ثم تركبوا شوي شوي مع بعضها وخلاص تشكلوا فقره باهيه ان شاء الله. دونك بهذا نكونوا كملنا الموضوع الثاني الخاص بشعبة لغات أجنبية لبكالوريا 2017. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه ولو قليلا. المرة الجاية بإذن الله راح نعود نخير لكم مواضيع، مش شرط نمشيو بالتسلسل يعني 2016 2015 2014، راح نخير مواضيع اللي نشوفهم ملاح ونستفادوا منهم وفي مختلف الوحدات باش نحيطوا بكل الوحدات، راح نحلوهم مع بعضنا بإذن الله. دونك هذا هو كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا وتكونوا حليتوا المواضيع. نتلقى في فيديو آخر بإذن الله. إلى اللقاء وبالتوفيق للجميع.